بالنسبة لثاني نوع من الشارتات اللي هو الـ Component Bar Chart. خلصنا الـ Bar Chart، راح نجي على الـ Component Bar Chart. الـ Component Bar Chart اللي هو Another Type of Chart، بس شنو؟ Based on Proportion، يعني على النسبة المئوية. فيقول لي هو A Bar Chart that show the... هي هو يعني يشبه الـ Bar Chart بالضبط، بس يشوفنا الـ Component Part، يعني الأشياء الجزئية represented by the total length of the bar, which uses bars that are either shaded or colored to show the relative contribution. على كل شيء ما فهمنا من هاي الجملتين، هي أصلا ما تتفهم، بس شو راح نفهمه هنا؟ قل لي هو هذا الـ component bar chart هو نفسه bar chart، بس شنو يختلف؟ إنه أنا هنا بدي أخذ نسب مئوية. بالبار chart إذا تتذكرون مو أرقام، مو نسب مئوية، هنا أنا نسب مئوية، تمام؟ ثاني شيء انه انا دابين هنا كومبوننت، دا نشوف انه هنا انا عندي مثلا بغداد، انبار، بابلون، واسط، بصرة، ها ما ادري ايش يسموها، المهم ميسان، فدا نشوف انه هو شو مسوي، مسوي لي يعني مقسمها الوان، اللون مثلا البنفسجي دا يقول لي انه نون فيزيتد باي فاكسينيشن فاكسينيشن تيم، اللون هذا السمائي انه تشايلد ابسنت، ال هذا اللون اللي ما اعرف اسمه، مشمشي ما اعرف يسموه، هذا هو يعني other causes. فهو ده يشوفني هواي انواع ده يمثلها، بس اهم يعني على شكل شلون ده يقول لي بالضبط هنا بالحرف الواحد، ده يقول لي انه the uses bars that are shaded or colored to show the relative contribution of each of its component. يعني ده اباوع تعمد اشوف الكومبوننت، هو من اسمه component bar chart، يعني محتويات دي يشوف لي عن طريق الشيدد او الكلر، يعني اما يظللها او يلونها، انا ملونها ما شاء الله، يعني زرق ورق صايره. بس اهم فرق انه هو هنا دي يستخدم لي نسب مئويه proportion. فبهيك احنا خلصنا ثاني نوع اللي هو component bar chart.